هل يجوز لي ان ابني على قبر والدي ان خفت عليه من الاهانه، مع انه في محل ليس يحترم الاموات ولا ينفع النصح بهم؟ ليس لاحد يبني على قبر ابيه ولا غير ابيه، يضعه مع اموات المسلمين ويكفي والحمد لله، وليس له يبني على قبر ابيه ولا قبر جده ولا غيرهما، مثلما فعل الصحابه ومن بعدهم، دفنوا امواتهم في المقابر ولم يبنوا عليها شيئا، هذا هو الواجب.